الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سأوضح في هذا المقطع كيفية قراءة العداد واحتساب فاتورة الكهرباء. الطريقة سهلة جدا ولا تحتاج لأي مهارة أو جهد. أول شيء ناخذ نظرة على الفاتورة. هذه البيانات المهمة في الفاتورة: المبلغ المطلوب، بيانات مالية، البيانات الفنية اللي هي قراءة بداية الفترة، قراءة نهاية الفترة، كمية الاستهلاك. هنا بعض الإحصائيات: كمية الاستهلاك، الشريحة الأولى، الشريحة الثانية، مبلغ الفاتورة خلال 13 شهر الماضية. فسيكون الشرح بشكل عام عن البيانات المهمة الموجودة في الفاتورة. فإذا الخطوة الأولى هي تحديد يوم ثابت في كل شهر لأخذ قراءة العداد. عشان تكون الحسابات أدق أو مقاربة للفواتير الصادرة من الشركة، يفضل أن يكون هذا اليوم هو نفس اليوم المحدد من الشركة. كيف نعرف اليوم المحدد من الشركة؟ البيانات هذه موجودة في تطبيق شركة الكهرباء. هنا قراءة العداد يوم 1/7، الشهر اللي بعده قراءة العداد القادمة بتاريخ 31/7، والشهر القادم بتاريخ 30/8، وهكذا. فهذه البيانات كلها موجودة في موقع شركة الكهرباء وفي تطبيق شركة الكهرباء. هذا لأحد المشتركين. مشترك ثاني عنده حسب الأحياء أو حسب المدن، عنده 1/8/2019. أحد المشتركين عنده قراءة العداد 7/8/2019، وأحد المشتركين قراءة العداد 16/8/2019. فهذه طريقة تنظيمية لشركة الكهرباء توزيع أيام القراءات حسب مناطق وحسب الأحياء. البيانات هذه موجودة أيضا في موقع شركة الكهرباء. هذه التفاصيل، تفاصيل الفاتورة، وهنا القراءة القادمة. القراءة القادمة عندي يوم 30/8/2019، يعني بعد 23 يوم من الآن. فمثلا لو واحد بيختار يوم مختلف عن اليوم المحدد من الشركة، أوكي ما في مشكلة، لكن النتائج بيكون فيها بعض الاختلافات. يعني مثلا واحد بيقول أنا أبغى يوم القراءة عندي يكون يوم واحد من كل شهر، مثلا 1/1/1/2/1/3، ما في أي مشكلة، لكن قد يكون هناك بعض الاختلافات عن الفاتورة الحقيقية اللي تحددها شركة الكهرباء بناء على التواريخ المحددة في الفاتورة. فأفضل شيء يكون يوم القراءة هو المحدد من الشركة والموجود في كل فاتورة. فمثل ما ذكرت، حسب الفاتورة عندي كان اليوم المحدد من الشركة في الشهر السابق كان يوم 1/7، والشهر الثاني يوم 31/7. فأنا طلعت وأخذت القراءة في هذا اليوم يوم 1/7، وأخذت القراءة يوم 31/7، وتقيدت بالتواريخ الموجودة في الفاتورة كما هو محدد من شركة الكهرباء. هذه القراءة يوم 1/7 اللي يسميها الآن القراءة السابقة، لأن الآن أنا في 31/7، فهذه 1/7/2019 يعني الصباح. القراءة 128,283 كيلو وات ساعة، طبعا وحدة كمية الاستهلاك كيلو وات ساعة وليس كيلو وات. هذه اسمها القراءة السابقة. في يوم 1/7 القراءة هذه كانت تسمى القراءة الحالية. طيب القراءة السابقة كانت يوم 2/6 أو يوم 1/6، فهذه القراءة السابقة بالنسبة لليوم، وهذه هي القراءة الحالية اللي يوم 31/7/2019، 131,141 كيلو وات ساعة. فإذا الخلاصة حسب يوم القراءة، أنا قريت العداد يوم 31/7، هذا صار القراءة الحالية. القراءة السابقة هي اللي الشهر اللي قبل 1/7. طيب أنا قريت العداد يوم 1/7، هذه هي القراءة الحالية، القراءة السابقة اللي قبلها بشهر. طيب مثلا يوم 30/8 بتكون 30/8 هي القراءة الحالية، ويوم 31/7 بتكون القراءة السابقة. فبما أننا الآن عند 31/7، فهذه القراءة الحالية 31/7/2019، القراءة الحالية، القراءة السابقة 1/7/2019. ففي القراءتين حساب كمية الاستهلاك تكون بكل بساطة ناخذ الفرق. فكمية الاستهلاك القراءة الحالية ناقص القراءة السابقة. القراءة الحالية 131,141 كيلو وات ساعة ناقص القراءة السابقة 128,283 كيلو وات ساعة. فهذا هو كمية الاستهلاك 2,858 كيلو وات ساعة. فبناء على الشرائح الموجودة عندنا حاليا، فعندنا الشريحة الأولى من 0 كيلو وات ساعة إلى 6000 كيلو وات ساعة. هذه في الشريحة الأولى،
وسعرها 18 هللة لكل كيلو وات ساعة. فعشان نحسب الفاتورة، قيمة الاستهلاك 2858 اللي هي الفرق بين القراءة الحالية والقراءة السابقة، نضربها في 18 هللة تعطينا 514 ريال و44 هللة. طيب رسوم العداد، حسب العداد اللي عندي، عندي 100 أمبير، فتختلف حسب سعة العداد. 100 أمبير ب15 ريال رسوم العداد، فقيمة الفاتورة بدون الضريبة 529 ريال و44 هللة. نجمع قيمة الاستهلاك مع رسوم العداد. الآن بالضريبة، نضرب قيمة الفاتورة بدون الضريبة في .05 تعطينا 26 ريال و47 هللة، فقيمة الفاتورة النهائية 529 ريال و44 هللة زائد 26 ريال و47 هللة تعطينا 555 ريال و91 هللة. فهذه هي قيمة الفاتورة النهائية للفترة من 1/7 إلى 31/7. هنا مقارنة مع الفاتورة الصادرة من الشركة، هذه البيانات الشركة من الفاتورة الصادرة عندي. قراءة بداية الفترة اللي هي القراءة السابقة 128,280 كيلو وات ساعة، وهذه قراءة نهاية الفترة والقراءة الحالية 131,135 كيلو وات ساعة، وهذه كمية الاستهلاك. فللمقارنة، القراءة الحالية والقراءة السابقة، قراءتي هنا 131,141. قراءة الشركة كانوا قبلي، يعني موظفين جو للعداد وقروا العداد قبلي، أخذوا القراءة قبل ما أنا أخذ القراءة، تقريبا الفرق 6 كيلو وات ساعة. هذه القراءة الحالية. القراءة السابقة نفس الكلام، أنا عندي 128,283 وقراءة الشركة 128,280، الفرق 3 كيلو وات ساعة. فكمية الاستهلاك عندي كانت 2,858، وبالنسبة لقراءة الشركة 2,855، وهذه هي قيمة الفاتورة. طبعا الفرق لا يذكر بسبب أني تقيدت بالموعد المحدد من شركة الكهرباء. عملت ملف إكسل عشان يعمل الحسابات هذه كلها، ملف بسيط جدا وإن شاء الله أشرح الآن، والرابط حق الملف موجود في وصف المقطع. طيب هذا هو ملف الإكسل. هنا الفترة حسب المواعيد المحددة في الفاتورة من شركة الكهرباء، يعني هنا هذه التواريخ من إلى، من 30/12 إلى 1/2، من 2/2 إلى 3/3، وهكذا. اللون باللون الأخضر هي القراءة الحالية. طيب لنفرض أننا هنا في الفترة من 2/6 إلى 1/7، اللي باللون الأخضر هي القراءة اللي في هذا اليوم، يعني 1/7 بالأخضر معناه أنه قراءة يوم 1/7 اللي هي القراءة الحالية. طبعا مطلوب من المستخدم أنه فقط يعبي خانة القراءة الحالية. القراءة السابقة وكمية الاستهلاك وقيمة الاستهلاك ورسوم العداد كلها تحسب تلقائيا من خلال الملف هذا. فالقراءة الحالية يوم 1/7 128,283. الآن لو نلاحظ هنا القيمة هذه تلقائيا بتكون هنا القراءة السابقة للشهر القادم، يعني الآن فقط ننتقل للشريحة الثانية، فالآن تلقائيا تحولت كقراءة سابقة للشهر القادم. فهذه الفاتورة في شهر أو في الفترة من 2/6 إلى 1/7. طيب الآن إحنا في يوم 31/7، يوم 31/7 كانت القراءة 131 و141، فالآن تلقائيا بتكون هي القراءة السابقة للشهر القادم، يعني يوم 30/8 بتكون القراءة هذه القراءة السابقة، ويوم 31/7 القراءة اللي كانت هنا يوم 1/7 صارت القراءة السابقة بالنسبة لهذا اليوم. طيب الآن ننتقل هنا، فصارت القراءة السابقة، يعني إن شاء الله يوم 30/8 مثلا لنفرض أن فاتورة تكون مثلا 133,000 مثلا، فهذه هي الفاتورة. وهكذا كل عند كل شهر ندخل قيمة القراءة الحالية بالنسبة لليوم المكتوب باللون الأخضر. طبعا هذا الجدول خاص فقط للقطاع السكني ولمن كان استهلاكه في الشريحة الأولى فقط، أنا ما عملت الشريحة الثانية اللي هي فوق 6000 كيلو وات ساعة. فوق 6000 كيلو وات ساعة في حسابات أخرى، يعني إذا نحسب حد عدد الأيام قد تكون 30 يوم، 31 يوم، 35 يوم، 28 يوم. فهنا في إذا كان الاستهلاك أقل من 6000 كيلو وات ساعة لا يتم اعتبار عدد الأيام وتعديل كمية الاستهلاك، والمطلوب فقط إدخال قيمة القراءة الحالية في الخلايا المظللة باللون الأصفر، يعني هنا فقط، باعتبار أن يوم القراءة الحالية هو اليوم المكتوب باللون الأخضر بناء على موعد محدد من الشركة. هذا أنا سميته الحسابات الدقيقة. بالنسبة للحسابات التقريبية
اللي ما يبغى يتقيد بالأيام المحددة من شركة الكهرباء فقط يكتب واحد 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 اثنين واحد واحد ثلاثة واحد أربعة وهكذا. يعني هذا فرضنا أن القراءة عنده يوم واحد من كل شهر. طبعا بتكون في اختلافات، قد تكون يعني بعض المرات بسيطة إذا كان القراءة المحددة من الشركة قريبة من اليوم هذا، لكن بعضهم عندهم مثلا القراءة يوم أو في نص الشهر أو يوم 10 أو يوم 8، فهذه راح تكون في اختلافات أكبر. فهذه هي الطريقة إجمالا كيفية حساب الفاتورة، وأتمنى أن أكون وفقت في الشرح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.